السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي قناة وصفات أم آدم. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال التاكوس، فيلاه معايا المقادير والطريقة. فبالنسبة للمقادير فهنا عندي خبز ديال التورتية، غادي نصاوب جوج ديال لاصوص. فأول صوص غنصاوب هي ديال الفرماج اللي غنحتاج ليها كاس ديال الحليب، معلقة صغيرة ديال النشا، والفرماج. انا ما عنديش الفرماج محكوك، خديت غير هذا الفرماج هذا ديال الشيدر مربع وقطعته طريفات صغيورين. لاصوص الثانيه اللي هي لاصوص الجيريان اللي غنحتاج ليها جوج معالق كبار ديال المايونيز، معلقه صغيره ديال مركز طماطم، بصله مشلضه رقيقه، الملحه، ثوم بودره، الا ما عندكمش غادي تعوضوه غير بالثوم العادي. عندي هنا الكيتشاب والهريسه، وعندي الكفته، صدر ديال الدجاج مقطع، وعندي هنا بصله متوسطه مشلضه. فدابا ان شاء الله نبداو الطريقه. وبطبيعه الحال عندنا حتى الفريت، انا ما ذكرتوش المقادير لانني درتو ديجا في الفران يطيب، انا ما قليتوش، فانا دايره دابا في الفران كيطيب. دابا نبداو ان شاء الله الوصفه. فاول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نوجد لاصوص ديال الفرماج. فبالنسبه للاصوص ديال الفرماج فانا غادي ناخذ كسرونه وندير فيها الحليب، غادي ندير فيها المعلقه الصغيره ديال النشا ونحرك. دابا غادي نديرو فوق البوطه حتى يسخن وندير عليه الفرماج. بالماء سخن ليا الحليب اللي خلطته مع النشا. دابا غادي نبدا نوجد لاصوص الجيريان اللي غنحتاج ليها كما قلت لكم مايونيز، جوج معالق كبار، غنضيف ليهم المعلقه الصغيره ديال لاصوص طوماط، البصله اللي مشلضه مزيان رقيقه، ثوم بودره هي شويه، عندي هنا الملحه، ونخلط. غدا ناخذ مقله غندير فيها شويه ديال الزيت، ندير فيها البصله تشحر، من بعد غادي نضيف عليها الكفته. كيف كتشوفوا فانا درت المقله مع البصله تشحر في البوطه. الحليب هنا هو بدا كيسخن، نخليه يزيد يسخن واحد شويه، ومن بعد نضيف عليه الفرماج. الحليب صافي هو سخن، دابا غادي نضيف عليه الفرماج. غادا نحرك ونخليه حتى يذوب. من بعد ما تشحرات البصلة دابا غادا نضيف عليها الكفتة. شويه ديال الملح، من بعد ما تشحرات الكفته مع البصله دابا غادي نحطها فوق البوطه، نديرها بشي طبسيف. وغادي ناخذ نفس المقله نيت غادي ندير فيها الدجاج، ندير فيها شويه ديال الزيت، ندير فيها الطريفات ديال الدجاج. وندير الملحه، شويه ديال البصل، غير شويه. صافي نبقى نقلب
صافي المقادير اللي غادي نحتاج باش نصاوب الطاكوس كلهم موجودين. الكفته شحرتها، الدجاج، لاصوص ديال الجبن، لاصوص الجيريان، الفريت. غنحتاج حتى لهذا الفرماج هذا اللي وريتكم قبيله قطعته طريفات. ممكن تستعملوا الفرماج ديال الساندويش الهريسه. دابا بقى لي غدا ناخذ خبز التورتيه نديرو في الميكرويف واحد 10 ديال الثواني. وهنا الاله ديال البانيني انا ديجا درتها تسخن. خبز التورتيه ها هو من بعد ما خرجته من الميكرويف خليته 10 ديال الثواني. دابا غدا ندير عليه شويه ديال لاصوص الجيريان. ندير عليه الفرماج، الكفته، غندير الدجاج، غندير الفريت، غندير شوية ديال الهريسة، ومن بعد غادي ندير لاصوص ديال التجبن. وغادي نزيد عليها واحد شويه ديال لاصوص الجيريان من الفوق. اللي بغى يدير الكيتشاب ولا يعاود يدير المايونيز كيبقى اختياركم. صافي دابا غادي نسدو. كتشوفوا على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نديرو في الاله ديال البانيني. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس اللي حضرت معكم اليوم. كيف كتشوفوا فهو كيجي معلك من الداخل بالصوص اللي درنا فيه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم انها تكون عجبتكم وتجربوها، وانا اكيدة انكم لا جربتوها غادي تعجبكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. ما تنساوش دائما تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. شكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفصفه جديده دائما على قناتي، قناه وصفات ام ادم. مع السلامه.